انا كنتمنى لهذا العام ان شاء الله يبعد علينا ربي هذا الوباء اللي خلقنا الرعب للشعب ودارنا الفتنه وما خلى حتى شي واحد ترانكين وكل اصلا هذا الوقت هذا احنا واحد الحاله لا يرتا لها والشعب ديالنا راه مساكين ضايعين اغلبيه ضايعين وباغين يخدموا على رصانهم ونتمنوا من هذه الحكومه الجديده تعطينا شي حاجه على الاقل تنسينا في الماضي بعدا الاقل ونتمنى ان شاء الله الحوايج قاعد تبدل ان شاء الله وبغينا نعيشوا عاوتاني نساو هاد السنين اللي فاتوا علينا ونعيشوا حتى حنا شي عيشه مزيان. نتمنى بمناسبه دخول سنه 2022 تدخل المغاربه يعني بواحد الفعل خير، وكنتمنى من جميع القطاعات قطاع الصحه قطاع التعليم يتحسن، ونتمنى هاد كورونا تزول، ما يعني راها ضعفات شويه الاقتصاد، ونتمنى يعني مش يحيدوا ذاك السن تاع التعليم في حدود سن 30، كنتمناو من جميع القطاعات يتحسنوا شويه بحال البلدان المتقدمه ان شاء الله. بمناسبه هذه راس السنه الجديده نتمنى ان شاء الله ربي يبعد علينا هذا المرض وتدخل علينا هذه السنه بشي صحه جديده وبشي حياه جديده، ونتمنى نحقق لمهمتي كاع داك الشيء اللي بغيتني نشوفه، وان شاء الله بغيت نمشي لاوروبا والله يسهل على جميع المغاربه. كنتمناو بمناسبه السنه الميلاديه الجديده ان شاء الله باش يرفع لنا الله هذا الوباء نتاع كورونا، يكون الشعب المغربي في احسن حال بصفه خاصه والعالم بصفه عامه، وكنتمناو الشعب المغربي الرفاهيه والازدهار، وكنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم ان مزيد من تقدم هذا البلد الطيب اللي كيمتاز بواحد الكفاءات متعدده وعنده واحد طاقه بشريه هائله. نتمنى ان شاء الله انها تلقى المجال اللي تشتغل فيه وتبيع الطاقه ديالها باش نزيدوا لقدام، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ايضا ما نساوش المراه المغربيه اللي كتساهم وساهمات ومازال كتساهم في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ديال البلد، كنتمنى حتى ان شاء الله مزيد من العطاء ومن الازدهار. بمناسبه هذه السنه الجديده نتمنوا صحه جيده وربي يبعد علينا هذا المرض ان شاء الله، ونوفقوا كاع ما رحنا نتمناو وما راها تتمنى ميمتي ان شاء الله، وربي يطول اللي في عمرها والله يسهل على كل شيء. بمناسبه السنه الميلاديه 2022 كنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه والدوام والعمر، احنا ما المسلمين ما كنحتفلوش بها، ولكن حتى هذه كتكون واحد السنه اللي ناقصه من العمر ديالنا. صراحه انا الحاجه اللي كنتمناها هو انه ربي ان شاء الله يبعد علينا هذا الوباء والبلاء، واخا حنا عايشين يعني دابا الحمد لله واحد الحياه بريسك طبيعيه، ولكن كاين دائما هذاك الستريس ديال ارتفاع عدد الحالات، ظهور متحورات جديده، ها اوميكرون، ها ديلتا، هذه كل مره قرارات اللي سد تفتح اشاعات في الفيسبوك. كنتمنى انه الشعب المغربي ما تبقاش تنشروا الاشاعات، الانسان يتريد ويتيقن المصدر ديال هذاك الخبر، لانه كان واحد المتربصين في البلد ديال الوطن ديالنا الحبيب، جيوش الكترونيه من اعداء الوحده الترابيه كيحاولوا انهم يزرعوا هذاك الترهيب النفسي. الترهيب النفسي راه كيزرع الفتنه اليوم، مضرين نفسيا وماديا ومجموعة تاع الامور يعني ما عايشين سطر. قربنا انتهايات 2021، نتمنى ان شاء الله يرفع لنا ربي هذا الوباء هذا ويوقف انتشار هذا الوباء، واللي عنده شي حاجه الله يقضيها له ان شاء الله، وسنه ان شاء الله تكون مليئه ان شاء الله بالافراح وبتحقيق الامنيات وباش ما تمنيتوا، والله ينجحكم كاملين، الله يسهل عليكم كاملين.